يبقى في شرب في السماء وفي اكل، اذا هل جسد اللي في السماء بياكل ويشرب؟ طب ومش عايز اتطرف في الموضوع وادخل في حته مش بتاعتي واقول طب وفي اخراج وكل العمليات الطبيعيه، اذا ما الفرق ما بين جسد ما قبل القيامه وبعد القيامه دكتور سامح؟ الجسد قبل القيامه يحتاج الى الاكل والشرب، جسد بيولوجي عادي خالص، طاقته زي اجسادنا بالظبط، ما تقدرش ما تاكلش وتشرب. لو امتنعت عن الشرب هتموت، لو امتنعت عن الاكل هتجوع وهتموت. فجسدك يعتمد على الاكل والشرب. جسد ما بعد القيامه، كورنثوس الاولى 15 يصف هذا الجسد انه جسما روحانيا، جسما روحانيا. حابب نقرا الفرق بين الاثنين. كورنثوس الاولى 15 يوضح ان جسمنا دلوقتي جسما حيوانيا، لكن جسم بعد القيامة جسما روحانيا. تمام. في عدد كورنثوس الأولى 15 44 يزرع، كلمة يزرع مقصود بها دفنه في القبر، يدفن يعني. جسما حيوانيا، ومحدش يفهم حيوانيا غلط، تمام، انه اقلال من شأن الانسان، لكن فسيولوجيا يعني بالظبط في خلايا وفي اعضاء، يعتمد على الاكل والشرب زي اجساد الخليقه العاديه العجماء يعني. تمام. يقام جسما روحانيا، اي ان طاقته لا تعتمد على الاكل والشرب، طاقته تعتمد على طبيعته كجسم روحاني. جسم روحاني، عشان كده جسد يسوع، عشان كده يسوع ما قبل القيامة لابد أن يأكل ويشرب. يسوع ما بعد القيامة مش محتاج يأكل ويشرب، وإن كان ممكن يعملها، ممكن يعملها بس مش محتاج. زي جسم يسوع قبل القيامة ما يقدرش يختفي. ليه؟ لأن ده جسم زينا. لكن جسم يسوع بعد القيامة، الجسد الممجد، يقدر يختفي ويظهر. اللي كان بيقوله الفاضل الدكتور فريز دلوقتي انه في يوم القيامه ظهر 5 مرات ومفيش حد شافه بيتجول. الرب يسوع قبل القيامه كان لو كان هيروح الاماكن الخمسه كان لازم يتشاف متجول. ما بعد القيامه ده الجسم اللي بنسميه الجسم الروحاني. فطب استمراريته وقدرته على البقاء مش من الاكل والشرب، مع انه يقدر ياكل ويشربه. طب هو ليه طلب اكله ياكل ويشرب؟ ليه؟ عشان خاطر عايز يبرهن للترميز حاجه. الترميز اول ما شافوه ترعبوا. ليه؟ ظنوه روح او خيال، فانتوم. عارف القصص شبح. لما نكون قاعدين مع بعض، كنت انا قاعد انا وانت والساعه 4 الفجر والدنيا سكون، وفجاه طلع لنا شبح. قصص الاساطير المنتشره منتشره في وسط كل الناس، فهم ظنوه كده لانه برضه مش مصدقين في القيامه.